السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة عن ارك سيرفايفر. بهذا الفيديو بدنا نكمل السلسلة اللي حكينا لكم عليها، بدنا نعمل اشياء كثيرة طبعا، ولكن انا بالاوف لاين رحت عملت هذه الماكينة وعملت هذا الفورج. طبعا جديد لسه ما صار شيء عاملهم، حتى في هلا شيء ذكرته، يعني حتى عملت انا هي الشغلة ما بعرف، بس شفت العالم كلها اول ما تبلش لعبة فورا تركز انها تعمل الفورج والماكينة هي، فانا راح قلدتهم عملت مثل حكايتهم. تمام، اليوم راح نعمل ايش هو جديد، اللي هو راح نروح نروض الجرافين. طبعا انا راح جهزت اموري مثل ما يقولوا، جبت شي عندي 85 سهم، وجبت من هاي سويت 200 وحده، وجهزت من هدول تقريبا 16 واحد 16 عمود، ما بعرف لسه ما جربته ولا مره في ترويض اي حدا. ان شاء الله بهذا الفيديو راح اجرب اول مره اروض جرافين لحالي. تمام، طبعا شفت العالم شلون تبني هيك حيطين ثلاثة ورا بعض، بعدين تبني واحد عكسي، وبعدين بتروح بتحركه فيهجم عليك، فينزل هو يدخل يعصى، هو يطلع من الطرف الثاني ويبني. تمام، وكمان وكذلك ايضا انا رحت عملت كم شغلة بالاوفلاين، رحت روضت هذول، يعني هذول كانوا هون بالقريب، كل ما نروح نشوف واحد نروح نروضه، يعني نفكر راح يجيب لنا شي شغلة كبيرة او فائدة كبيرة، بس ولكن كله على الفاضي. المهم بدنا نروح هلا نروض الجريفين، وطبعا بنيت انا هاي الغرفة لانه احتاج، لان صارت الدنيا حتصير الدنيا برد برد كتير، فقلت لازم نعمل غرفة. المهم نكتب جريفين، هي جريفين ارك سيرفايفل، ندخل هون. طبعا مثل ما لكم شايفين ننزل تحت على ماب كريستال ايسلانديا. تمام، طبعا هون الموقع الرسمي او هذا الموقع اسمه جيم بيدي، كل معلومات بيها ايش بخص ارك سيرفايفر بتلاقي في قلبها، او اي اشي بيخطر ببالك سؤال ممكن تلاقي في جواب في قلبها، احسن ما توجع راسك روح تدور باماكن ثانيه. طبعا حاطين بهالمنطقه هي، راح نروح على نروح على المنطقه هي بنحاول ندور، بس خلينا نشوف ايش بدنا معدات حتى ترويض. طبعا هون اللحم 172 لحمه، بده من هي 2000 وحدة ولو. نعم والله مصيبة، لكن يا معلم هون بده 58. طب معناته انا عندي شوي من هاد، خليني اخذ كمان، يمكن هون عامل شوي. حلو، هي 450، اتوقع هيك يكفي، ما اتوقع هو يكفي مثل ما شغله. طبعا هلا في اغلبكم ممكن يستغرب يشوف في ارقام جدا كبيرة عم تنحط عندي بالستاك الواحد، ممكن تسألوا شلون عملتها. هي انا عملتها لان انا مستخدم اللعبة على ايبك جيمز مو على ستيم، فلذلك ما عندي مودات، رحت لعبت بملفات اللعبة. اذا بدكم انزل لكم عنها فيديو شلون بس اعمل هاي الشغلة، حاولت اعمل شيء تاني ما قدرت، يعني مثل ما انكم شايفين الهايد عندي تقريبا رح يوصل 4000. وبس خلينا هلا نروح نركب الطير. منيح، معناتها ما غير هاد، منيح تمام. هنفتح هو وين؟ الى الصحراء، الى الجنوب الغربي. يلا، طبعا هن محل ما هو محطوط على خط النهر، يعني بين 40 و50 بافق 70 80. تمام، هذاك المجال راح نلاقي كتير جريفينات ان شاء الله، الله كريم. نروح نروض لنا واحد. طبعا الجريفين ميزته سريع مو مثل هذا، شوف ما ابطأه، هاي اول اشي. ثاني اشي ميزته انه ما يحتاج سدل، هي من احلى واجمل الميزات. طبعا راح احاول اني اروض اثنين. طبعا مثل ما حكيت لكم نزلت قوه الدمج تبع تبع الديناصورات بعد التهييل، بس تركت الوزن، يعني مشان اعطي وزن واحد وخلاص اريح راسي من الوزن الويت، مشان ما اضل موجع راسي. طبعا الشيء الثاني اللي عملته انا باللعبه هون، وقت انا عملت عليها تعديلات خليته ما يحتاج مي ابدا بس اكل، ايه الويت الويت والمي حذفتهم خالص. ويقضي الحاجة كمان، سكرت عليها لغيتها، مو لغيتها يعني كامل، بس يعني خففتها كتير للحاجة تبعته، لذلك تشوفوه ما يقضي ابدا حاجة، ومو حتى ابدا يعني، بس ضعفناها بشكل جدا كبير. تمام، هي وصلنا الى الصحراء. انا اشوف هذا المكان جدا مناسب لحتى نروض الجريفين. المصيبة مو هون، المصيبة انه انا عندي هذا الطير مرة قوي، يعني اي حدا يهجم عليه ينتف ونتفي خالص، فلازم اخبيه مشان ما حد يقرب عليه، وهو ما يقرب على حدا،
بنجيب هذا بنحطه هون نكبس 9 الاشي خلينا نحط واحد هيك بالعكس تمام ايوه يا حجي هيك صعب حبيبي بروك عاش تلحقني تمام حاسس انه بعاد عن بعض هذول عبصيره ولا ايش يلا ما بده نجرب حظنا حاليا خلينا نحط هذا الطير نزلته بشي مكان طيب تعال نجيب لنا شي صقر من تحت جريفن بس اهم شي يكون لفله عالي بس خلينا نشوف ايش هاد لفله هاد هذا ده لفله ان شاء الله يكون لفله عالي يا رب 55 وينو خلا نكشني اوف كسر لي لبس ولو شكله عصي انت ماني ماكل همك اما انهزم يكون انا وهذا العصي هذا شد لفلو والله ما تحرز اقتلك يا زلمة نسيت احط حبلة نسيت احط تخت واخيرا وصلنا بس ايش هو اوه في هون شغلات غريبة عجيبة وين الفخ اللي انا حطيته قبل شوي يمكن هذيك النه وين صار الفخ هذاك وذاك وصح شكله في هذا عصيان لا والله ما هذا عصيان ولا بطيء لا والله في واحد عصيان اتوقع الان صار فخ مثل ما يقول عليه قيمة هيك اللي انا شايفه يعني طيب تعالوا انتوا يا خيو طيب قبل خليني انزل احط تخت اهم شي التخت ان شاء الله عصي لا عصي ولا هو غربي اسمع شباب انه دخل من الطرف ذاك ان شاء الله عصي اتوقع هالمرة عصي اتوقع هالمرة عصي خلينا نصبر عليه شوي شكله عصي يا معلم خلونا نفتل حوالين نشوف شلون الوضع عنده عشان نتأكد انه تمت عصيته بنجاح واخيرا والله في له امل يطلع من هون يا الله لعن حظك
الله يستر. بلشنا المرحلة الأخيرة من الترويض. شكله بلش يهرب. هيك شكله. والله إذا بلش يهرب معناته أمورنا لوز. عملت راح يتكسر. مو اختك تتكسر. يا رب يكفي معنا يا رب. اتوقع ما يكفي. اقلب على الاسهم المخدرة مباشر. يلا دينام. انا اتذكر كان معي رامي اسهم. وينه بو؟ ان شاء الله يكفوا يا رب. طلع تعال تعال عندي تعال. بيكون وصلنا هون نهاية الفيديو ومحاولتي البائسة في محاولة ترويض جريفن. صراحة هذا الفيديو كان هو ملخص عن ساعتين تسجيل، وكنت حرفيا كل ما احاول اروض واحد ما بقدر، او يهجم معه كذا واحد فاضطر اني اقتلهم كلياتهم، او اضطر معي بقتلهم، او هن بيهجموا عليه بيروحوا هو بقتلهم. المهم ملخص للحديث كلياته انه انا فشلت بترويضه. فلذلك حبيت انزل لكم هذا الفيديو ملخص، وادعوكم انكم تجوا على البث المباشر على الفيسبوك وتحضروا معي. ان شاء الله راح يكون البث من الساعه 7 للساعه 11 بالليل. راح احاول اروض جريفن. اهلا وسهلا فيكم، وطبعا ما تنسى كل يوم فيديو جديد وحلقه جديده الساعه 6. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.